بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يثبت أن الذين اتخذوا من دون الله أولياء اتخذوهم بلا سابقة كمال أو سابقة نفع، فاتخذوا الأصنام، والأصنام تنحت بيد البشر. ولذلك سيدنا إبراهيم: أتعبدون ما تنحتون؟ النهاردة بيعملوا اللات والعزة ويعملوا، وإن وقعت الهوى وقع راحوا يضربوا لها مسوار. قال لا، أتعبدون ما تنحتون؟ إن كنتم بتعبدوا قولوا لنا. ساعة ما تسمع قل أرأيتم، أي أخبروني، إن كنتم رأيتم فأخبروني. أخبروني عن إيه؟ عن السؤال اللي بقوله دي: أروني ماذا خلقوا من الأرض. قل أرأيتم يعني أخبروني عن جواب هذا السؤال: ماذا خلقوا من الأرض؟ وجاب الأرض الأول علشان هي إيه؟ مكانهم. طيب، وبعدين السماء ماذا هناك؟ وبعدين يبين الجواب إنه ما خلقوش حاجة. ليه؟ لأن اللي خالق، إن كان هو الخالق والأنا الذي خلقت كل حاجة، وكلام يسمعه الناس كلها، لو اللي خلق موجود يقول ده لا، ده الكلام ده مش صح، ده أنا اللي خلقت، إزاي ياخد الخلق مني وأنا اللي خلقت؟ إنما ربنا قال أنا اللي خلقت، خلاص. والمعاندون سمعوها، ما فيش واحد جه قال لا، وصاحب الدعوة هي له إلى أن يوجد معارض، بقول أنا لا إله إلا أنا. فإن كان الكلام صادق يبقى على العين والرأس، إن كان فيه كان مش ما فيش صدق والعياذ بالله نقول له طب الإله الحق اللي عمل سكت هو مدريش ولا إيه؟ يبقى نايم على ودنه، لأن حد خد منه الكون كده وقال أنا اللي بقى لا. طب وإن كان علم، إيه اللي خلاش يقول لا ده الكلام ده مش صح، ده اللي عملت؟ فلم يوجد لا هذا ولا إذن، يبقى تسلم الدعوة لمين؟ لصاحبه. انت قاعد في بيتك وعندك ضيوف عكرة، بعد ما انصرفوا الضيوف لقيت حافظة نقود، فجبت للرجل قلت له اتصل بالعشرة اللي كانوا موجودين دي وسألهم مين اللي ضيع له حاجة، فاتصل بالعشرة ما حدش. وبعدين جه واحد خبط عليه قال أنا كنت وياكم هنا، قال له ما انت كنت، احنا سألنا العشرة، قال ما كنتش في البيت، ده أنا سبت هنا المحفظة، ولم يدعها واحد من العشرة، تبقى بتاعته ولا لا؟ هو قال لا إله إلا أنا وأنا اللي خالق. إما أن يكون الكلام صح على العين والرأس، إما كانش صح يبقى أين الذي خلق؟ ويسيب اللي ما خلقش ياخد الكم منه، ما حصلش حاجة. يبقى الدعوة لصاحبها إلى أن يثبت معارض على الأول. الحق سبحانه وتعالى بيدينا يعني فكرة عن الموضوع. ايه الفكرة؟ يقول لك الخلق الذي خلقته انا فيه الصغير وفيه الكبير وفيه الدقيق وفيه الضخم وفيه اللي مش عارف ايه والضخم، ومع ذلك اوجد في الصغير كل الخواص اللي موجودة في الكبير. الفيل خلقته، وخلقت البعوضة والناموسة برضه بتجري زي الفيل والطير وبتاعه مش عارف، ويمكن انا اقدر امسك الفيل، قال لا، ولكن من دقه دي يمكن ما اقدرش امسكه. قال ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ومش بس ما يخلقوش، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. خليك بتاكل عسل والذبابه جت على العسل كده وخدت على جناحها ولا في رجلها حته من العسل، إن كنت بقى شاطر وأقوى من الذبابة استرد ما أخذته منك الذبابة. ولذلك قلوا وإن يسلبهم الذباب إيش لا يستنقذوه،
ضعف الطالب والمطلوب. الله، وتستعجب انت ازاي؟ تستعجب في التكوين، في التكوين للاشياء المختلفه. الجمل بنت قد كده تمسك الخطام وتنخخه ويتحمل وتشيله كده يقوم يمشك. وقلنا زمان ان برغوت يجي له في الفراش ما يقدرش عليه ولا يمسكه ولا يقلقه، لانه ما ذللوش ربنا. التعبان ولا الجمل؟ تعبان قد ايه؟ شوف التعبان لو جه دلوقتي خلينا نقوم جري. الله، لان ربنا ما ذللوش. اذن العظمه في انني اخلق واذلل. اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها ايه؟ وذللناها لهم. ولو لم يذللها الله ما كناش نغضب. ايه؟ قال هاتوا لي بقى اللي خلقوا ذبابه جايب اقل عليه، لانهم كانوا بينتقدوا ان ربنا ازاي يجيب يتكلم بالبعوضه والذبابه والعنكبوته. قال ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه لا هي فما فوقها، مش في الكبر، فما فوقها في الصغر، يعني الادق من الميكروب دلوقتي والفيروس والشغل ده كله. دول ما عملوش حاجه ابدا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. فبيقول بقى قل ارايتم، يعني اخبروني ان كنتم رايتم ذلك فاخبروني لتجيبونا على قولنا، اروني ماذا خلقوا من الارض، أم لهم شرك شاركوني في السماوات، ايتوني بكتاب من قبل هذا. قال لكم الحكاية دي من الكتب اللي تعتمدوا عليها ما حصلش، أو ادوني آثار من علم، يعني بقية من علم كده زي الأثر اللي احنا بنقوله عليه ما فيش لاذة ولا ايه. أم وفي آية تانية يقول أم آتيناهم من ايه؟ من قبله من كتاب. ما حصلش. يبقى إذن كل الدعاوى دعاوى بالايه؟ دعاوى باطلة. قل أرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، يتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم، يعني بقية من العلم كده زي الأصل اللي احنا بنشوفه، مش علم بس ولو ريحة الأصل. إن كنتم صادقين في إيه؟ في دعواكم أنهم آلهة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. طب الله ده معبود وهو الكبير وبتاع، لما يجي لك ضر ما كنت تقول يا هبت، ما كنت تقول يا لاتة يا عزة؟ لا، ما يقولهاش، لأنه ما يقدرش يكذب نفسه، لأنه عارف لا ده يقدر ولا ده يقدر. ولذلك لما يقول إيه، لما يمسهم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، تقول غصب عنه يا رب. ليه؟ لانه عارف ان ده حد من دول مش هيعمل له، ومش غايز يسلم نفسه كده يقول يا رب. الله، وبعدين برضه ينجيه للبر، وبعدين ايه جعل لله برضه ايه ليه ايه الحرص على ان يغنوهم يعبدوا في ناس بالشكل حاجات بالشكل دي، ايه حرصهم؟ قال لك ايوه، لان الدين بقى فانتازيه. امنت باله من الاصنام والاصنام لا تكليف لها، ما قالكيتش يعمل كذا ولا تعمل كذا ولا تعمل مش عارف ايه، تبقى راحة ولا لا؟ آلهة بلا ايمان. واللي بيعبد الشمس نقول له طب الشمس قالت لك اعمل ايه؟ معنى اله يعني معبود، معنى معبود يعني يطاع في امر. طب قول للشمس قالت لك ايه اعمل ايه؟ طب عملت ايه للي يعبدها؟ وعملت ايه للي ما يعبدهاش؟ ما فيش اله بلا ايه؟ بلا منهج ولا تكليف. يبقى ده كذب كله. ومن أضل، يعني من كلمة من أضل؟ الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يلقي حكما ما يلقيش من جانبه، يخليك أنت اللي تنطق به، فيعرضه في أسلوب استفهام، يقول له قول لنا كده من أضل ممن يدعو من دون الله، تقوم أنت تدور على أضل ممن يدعو من دون الله ما تلاقيش، تقوم تقول أنت اللي تقول، ما فيش حد. يبقى خلى ربنا بدل هو ما يقول لا أحد أدعو، أنت اللي بتقولها. ولذلك يجيب حاجات كده بالاستفهام، يجيبها بالاستفهام. زي انت مثلا واحد كان صاحبك وحصلت له اشياء وازمات، وبعدين انت يعني ذهلت عنه مره، وبعدين يقول لك ايه انا اصلي احداث وانت ما وقفتش جانبي، كان من الممكن تقول له انا وقفت جانبك يوم كذا، يوم بنتك ما اتجوز ساعدتك،
يوم ابنك ما راح مش عارف عملت له دكان، انت اللي تقول، لكن انت تقول له ألم أساعدك في زواج ابنتك، بتستفي منه. لو لم تعلم أنه لا يجيب إلا بهذا ما كنتش قلت له. فخدت الجواب من مين؟ منه هو. ألم أفعل معك كذا يوم كذا؟ تقول لي ما سألتش عني. يبقى كان يقدر هو أنا فعلت معك كذا، يقول لك كلامه من جهتي يمكن كذب. لا، هنخليه هو اللي إيه؟ هو اللي يقول، علشان تبقى حجة على إيه؟ على نفسه. يقول لك من أضل ممن يدعو من دون الله؟ دور أنت كده من أضل ممن يدعو من دون الله؟ ما تلاقيش، تقول ما فيش أضل منه، أنت اللي تقول. من ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. الله، طب وإيش معنى إلى يوم القيامة دي؟ ما هو هي دي بقى هتنتهي المسائل، كل البطل هينتهي في الحتة دي، ما عادش لا ده ولا ده ولا ده، وهيبقوا أعداء. وهم عن دعائهم غافلون، ولا دري بانك بتدعي. لما تقول يا هبل اعمل لي، انت عايل مش هتقول ايه، وعلى فرض انك انت تقول ايه مش هيسمع دعائك. وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء. يا لما نحشر بقى كلنا ونروح، الجماعه اللي انتوا كنتوا ايه بتعبدوهم هيبقوا اعدائكم. هيبقوا ايه؟ أعداء. هيبقوا أعداء. يقول لك بقى انت اللي غوتني، انت اللي عملت فيه ايه؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ايه؟ من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الايه؟ الجحيم. خدوك ودوهم صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. ايه هيسألوا؟ ما لكم لا تنصرون؟ مش كانوا بتعبدوهم؟ ما تنصروهم بقى كده. بل هم اليوم مستسلمون. وبعدين أقبل بعضهم على بعض الإيه؟ يتساءلون. قالوا أنتم اللي ضغوتونا، قل أنكم كنتم تأتوننا على اليمين بسيطرتكم وجهكم ومركزكم، خلينا نقول الكلام ده، إحنا ملناش فيها أبدا. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين أنتم، أنا ما عملناش كده، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم إيه؟ قوما طاغين. طاغين، فحق علينا إحنا وأنتم قول ربنا إن إيه؟ لذائقون. فإنهم إيه؟ العذاب. وإنهم يومئذ في العذاب إيه؟ مشتركون. يبقى بين هيبقوا بينهم ببعض إيه؟ العتاب بقى، ويعملوا يبقوا أعداء ويا إيه؟ ويا بعض. وهناك إيه؟ وقال أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وهي دي الحجة بتاعت الشيطان في يوم القيامة. الشيطان اللي بيطوعوه بقى في أشيائه، يجي يوم القيامة يقول إيه؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يعني أنتوا كنتوا على تشوير عشان المعصية، إنما ليس عندي سلطان. والسلطان نوعان، إما أن يكون سلطان حجة يقنعك بأن تفعل، وإما أن يكون سلطان قوة ترغمك على أن تفعل. أنا عندي لا دي ولا دي. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. شوف شوف، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بقوا يبقى عداء ولا لا؟ يبقوا إيه؟ عداء. وما أنا بمصرخكم، كلمة مصرخ مأخوذة من أصرخة، أصرخه. انت مثلا نايم في البيت وواحد صرخ قال ياهو حاول الحريقه ومش عارف ايه، يبقى اسمه صرخ. واللي يروح ينقذه يقول اصرخه، اي ازال صراخه. اصرخه يعني اسمها همزه الازاله. ما انا بمصرخكم، اي ما انا بمزيل عنكم ايه؟ الصرخه بتاعتكم. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. هناك بقى لما ربنا قال انكم وما تعبدون من دون الله ايه؟ حصب جهنم انتم لها واردون. واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم
هذا سحر مبين. الله. قال الذين كفروا للحق، احنا جبناهم آيات بينات واضحة، فلما جبنا لهم الآيات البينات الواضحة قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا ايه؟ سحر مبين. هم قالوا للحق، قالوا للحق كده ولا قالوا عن الحق؟ قالوا عن الايه؟ يبقى يقول لك ان اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن. ولذلك هتيجي برضو في آية تانية عندنا بعدين هتيجي. وقال الذين كفروا أو أنهم ولم يواجهوا من آمن بالحق، وكأنهم بالغوا فواجهوا إيه؟ هاجموا مين؟ لأنهم قالوا هذا سحر إيه؟ يبقى هم بيواجهوا مين؟ بيهاجموا الحق. هذا سحر مبين. ولذلك قلنا زمان إن إبطال هذه الحجة لما يقولوا سحر يقولوا طيب يا سيدي سحر، هنصدقك إنه سحر. طب والذي سحر هؤلاء فآمنوا به ليه ما سحركوش وكانت الحكاية تنفض وخلاص؟ الله، يبقى كونوا ما سحركوش يبقى ما هو السحر، يبقى ما هو ايه؟ ما هو السحر. قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه. هذه واحدة، يقولوا افتراه يقولوا ده سحر، سحر أبطلناه. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيء. بقى أنا هفتري على الله ويسيبني أكذب عليه كده؟ ده أنا يعني ربنا كده أنا هفتري عليه ويسيبني بقى؟ ده أنا لو قال لي ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه بالإيه؟ باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. بقى هو يقول الكلمة دي وبعد ذلك يكذب على الله؟ إذا كونوا صادق مع الله يبقى معناها إيه؟ ولذلك أنتوا عارفين حكاية خزيمة بن ثابت. أهي خزيمة بن ثابت، خزيمة بن ثابت صحابي، ورسول الله اشترى فرسا من يهودي وكان اشتراه نسيء الثمن، لكن رسول الله لقيه في يوم وأعطاه ثمن الإيه؟ الفرس. فاليهودي إكمنه ما كانش حد موجود ذهب فادعى على رسول الله أنه لم يعطيه ثمن الفرس لأن ما كانش حد موجود. قال له أنا قضيتك. قال له لا يا أبا القاسم، ابغني شاهدا. ما هو عارف أنه ما فيش حد كان واقف. فطلع واحد كده من الصحابة اسمه خزيمة بن ثابت وقال إيه؟ أنا يا رسول الله رأيتك وأنت تعطيه. أم اليهودي بهت، قال لك ما يمكن قاعد ده مستخبي، لو كان كلامه صح قال له امتى شفتني؟ ازاي انت كنت فين؟ انما هو كمان له كذب، قال لك ده يمكن كان واقف بعيد وانا ما شفتوش. لما مرت الحكايه استدعى رسول الله خزيمه وقال يا خزيمه انا اعطيته ثمن الفرس ولم يكن احد موجودا، فكيف شهدت أنني أعطيته وأنت لم تكن موجودا؟ وأنا قلت لكم على مثلها فاشهد، على مثل الشمس دي. أم ضحك وقال له يا رسول الله أصدقك في خبر السماء وأكذبك علشان كذا درهم؟ ما أنا معقول، نعم الاجتهاد. فتبسم رسول الله وأعطاه نشان وقال من شهد له خزيمة فحسبه. خزيمة نصاب شهادة، الشهادة اللي عايزين فيها اثنين يبقى يكفي، أربعة ده يكفي. انتهت الحكاية. وبعدين لما جم يجمعوا القرآن، جامع القرآن ما كانش يكتب آية في المصحف إلا إذا لقاها مكتوبة في اللخاف أو على العظم أو أي حاجة وشهد لها اثنان، يعني قراءة وكتابة. فلما جه في آخر سورة إيه؟ التوبة، وجدها مكتوبة على عظم كتف، لكن ما فيش إلا واحد بس هو اللي عايزين التاني ما لقناش. فجي واحد قال له يا شيخ انت مش عارف حكاية ما هو خزيمة ده اللي شعيقه، والنبي مش قال من شهد له خزيمته فحسبه؟ يبقى ده شهادته تبقى تيجي. يبقى دي مسألة الفرس واللي مش عارف ايه ده معمولة علشان ايه؟ علشان الحكاية، علشان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ لحافظون. نعم.
أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. هو بقى يعمل فيها اللي ما يعمله، زي ما قال لقطعنا منه الوتين. يا سلام. أم يقولون افتراه قل إن افتريته، شوف الأدب حتى في الجدل، إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه تخوضون فيه، وكفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. يا سلام. الشهادة الحق سبحانه وتعالى شهد لنفسه أولا، ثم شهدت ملائكته له، ثم شهد أولو العلم. ولذلك يقول الحق شهد الله أنه لا إله إلا هو. ألا ربنا شهد لنفسه بأنه ما فيش إله إلا هو؟ أيوة، شهادة الذات للذات. طيب والملائكة لك شهادة المشهد. طب وأولو العلم شهادة الاستدلال. إذن فالشهادة هي التي الدليل الذي يثبت به الايه المدعى. أنا وأنتم مش ما بقدرش أجيب شاهد إنني ما افتريتش، أقول له أجيب واحد يقول إنني ما افتريتش، هو يعرف. يبقى اللي هيشهد لي بيني وبينكم مين؟ الحق سبحانه. وشوف نوع الجدل بقى، إن هم بيقولوا افتريته، وافتريت ديا يعني كذبت متعمدا. هذه الكلمة لم تهجه في ذاته، وخلى قال لهم عدل ان افتريته ايه فربنا هو اللي شهيد بيني ايه وبينه. والله علمه ايضا الادب في الدعوه الى الله، قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء من ايه، لا مما تجرمون ولا مما تعملون. ما جابش لهم اجرام ناحيته، جاب الإجرام ناحيته. شوف تحنين القلوب قد إيه، يعني لو أن عندهم ذوق دوري كانوا يقولوا لطف هذا الخطاب. ولذلك يقول الحق لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من إيه، لانفضوا من حولك. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. وبعدين يقول وهو الغفور الرحيم، يعني نزورت برضه عنده باب الايه، عنده باب المغفره وباب الرحمه برضه بيلين قلوبهم. قل ما كنت بدعا من الرسل. البدع هو الشيء الذي لم يسبق. بديع السماوات والارض خلقهما على ايه، على غير مثال سبق. ولذلك يقول لك فلان مبدع، يعني ايه عمل حاجه ما حدش عملها. قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني أنا مش بس أول رسول، ده جهزت رسل قبل كتير، أنا مش أول رسول. وكل الرسل قوبلوا كما أقابل وصبروا على ما أوزوا، وبعدين الله بعد كده نصرهم ولا نصر، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من إيه أرسلنا عليهم حاصبا، ومنهم إيه من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الإيه؟ الأرض. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يغضب لمين؟ لنبيه. ده كان زمان، ولكن الله أمن محمدا صلى الله عليه وسلم وأمن أمة محمد على أن يتولوا تأديب المضاد للدعوة. كان زمان ما حدش يعمل حاجة، بس ربنا هو اللي يأخذ بالإيه؟ يجي ويروح باطش بهم. لكن أمة محمد إيه؟ ربنا أمنهم على إيه؟ على إنهم هم اللي يقفوا للحقهم، ومعنى ذلك أن الحق سيظل فيهم إلى أن تقوم الساعة. ولذلك يقول رسول الله الخير في وفي أمتي، بس الخير في حصرا، ولكن الخير في أمتي نصرا، يعني ياخد ده حتة وده حتة وده حتة وده حتة، ما فيش واحد ياخد الإيه؟ ما فيش واحد ياخد الخسارة. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. يا سلام. كلمة ما أدري لعل الله يدريه. أنا الوقت ما أدراش، لأنهم كانوا يقولوا يا رسول الله نغضب لنفسنا نحارب، يقول ما أمرت ما أمرت ما أمرت ما أمرت، لحد بقى إيه ما رحل إلى مين؟ إلى المدينة، ووجد الأنصار ووجد المش عارف إيه. الله.
طب ده هو صرخ بالدعوة في مكة. قال لك ايه صرخ بالدعوة في مكة ولكن نصرة الدين جاءت في المدينة؟ قال لك ايه؟ لأن مكة فيها قريش، وقريش ألفت السيادة على العرب بوجود البيت، لأن كل العرب بتيجي تحج البيت تبقى في بطن مين؟ تبقى في بطن قريش. فأي قبيلة في أي حتة تخاف تتعرض لها بإزاء أو لتجارتها، لأنهم هيجوا يوم يكونوا إيه؟ يكونوا عندهم. ولذلك اقرأ قول الله لما أبرهة حب يهدم من الكعبة، ربنا سلط الايه طيرا ايه ابابيل فجعلهم ايه، اقرا بعدها كده، فجعلهم كعصف ماكول لايلاف قريش. ايلاف لمصلحه ان قريش يفضل لها المهابه وتروح رحلتها هنا ورحلتها هنا. ولذلك قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع حفظهم على تجارتهم وامنهم من ايه، وامنهم من خوف. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، يعني أيأمرنا الله بأن نقاتل ولا يأمرنا بأننا نسيب الحتة دي ونروح في حتة تانية نلتمس نصرة؟ اللي نقدر عليه تعالوا، يا اضطهدتم مش قادرين تقعدوا نروح يا ابني للحبشة، فإن فيها ملك إيه لا يظلم عنده أحد. أكيد رسول الله عنده الخريطة بتاعت العالم. وفعلا لما راحوا الحبشة أكرمهم، وبعدين قريش بعتت ناس منهم عمرو بن العاص عشان يطلب منهم ايه انهم يسلموا الجماعه اللي هم ايه مهاجرين دول، فلم يقبل لا هديتهم ردها ورفض وامن بمحمد. ولذلك صلى رسول الله عليه حين ايه حين مات، ولذلك وكله في الزواج من ام حبيبه. شوف ازاي، ليه؟ لانه لم يقبل انه يسلم مين الجماعه اللي هاجروا الى مين، الى رسل مين، رسل ايه، رسل قريش. ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، احنا دلوقتي قلنا لكم روحوا الحته دي، انا هو الملك ما يظلمش حد لحد ما ربنا، فإلى حتى اذن الله له بالايه بالهجره. وبعد ذلك لما اذن بالهجره ابتدا نصر الاسلام يجي. اذا فالصيحه كانت في المدينه، ولكن نصره الصيحه في مكه، ولكن نصره الصيحه كانت في المدينه. ليه؟ قال لك الصيحه كانت ليه؟ لان دول شادة العرب، ويوم ما يجبههم كده ويقول لهم انتوا بتعبدوا اصنام وانتوا مش عارف، الصيحه في اذن الساده. طيب لكن النصر مش منهم، لان لو النصر من دول كانوا يقولوا ما هم قريش الفت السيطره على العالم، وده واحد جه بقى قالوا يكسبوا بيه الدنيا بعدين مش بس الجزيره. فلو ان النصره كانت في مكه ربما ظن ظان أن العصبية لمحمد هي التي جاءت بالإيمان بمحمد، فأراد الله أن تكون المدينة حتى نعلم أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد. وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. شوف شوف العظمة في إن هو بيتكلم على اللي عنده، يقول يرد علي فأقول أنا لست أحدكم كأحدكم، ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثلكم. أدي العظمة. ولما يجي ربنا يعدل له حكم عمل رسول الله، ولا كانش فيه حكم لله خالف الرسول، شيء قضاه رسول الله على إيه، على ضوء ما عنده، ما عندوش حكم، يوم ربنا لما يعدل له هو اللي يقول، فربنا عدل له لما تحرمه ما أحل الله لك. طب مين اللي قال لنا أن ربنا عدل له؟ هو نفسه اللي قال لنا. ليه؟ قال لك لأني لا آنف أن يصحح لي ربي. كل ربنا اللي بيصحح لي حاجة يعني. نعم. إن أتبع ما أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم، برضو أخبروني، إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. برضو إيه، قل إيه، قل أرأيتم يعني أخبروني أنتم، قولولي إن كنتم شفتم، قولولي إن كان من عند الله وكفرتم به، قولولي يحصل إيه، كان من عند الله وكفرتم به يحصل إيه. تبقى أنتم خدتوا غضب ربنا وهتاخدوا عقابه في الآخرة، إن كان من عند الله وإيه وكفرتم به.
طيب وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. الله إزاي؟ أم قال لك القرآن مسبوق بموسى وعيسى، والإنجيل عند عيسى والتوراة عند موسى، فيها صفة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد. لكن القوم لما جاء كانوا يستفتحون به على الذين كفروا، يستفتح يعني يطلبوا به الفتح، يقولوا يا قريش انتم بتعبدوا أصنام، احنا بنعبد إله وبيجي لنا رسول وحيجي رسول قريب لكم اهو من هنا، سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. هم بيستفتحوا الآن، لما جاءهم ما عرفوا كفروا، لأنه هيسحب البساط من تحت رجليهم والسيادة والبتاع وحاجات زي دي. الله. وبعدين عملوا ايه في الكتب؟ نسوا حظا مما ذكروا به. طب نسوا معلش، وبعدين واللي ما نسيوش عملوا فيه ايه؟ ما نسوش اهو كتموه، يكتمون ما انزلنا من الدنيا. طيب واللي ما كتموش ما قدروش يكتموه، قال حرفوه عشان يدي غير المطلوب وبس، اقتصروا على كده؟ لا. وبعدين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يبقى كم نوع من التغيير؟ نسوا، كتموا، حرفوا، زادوا. شوف كم تغيير. لكن الحق يترك منافذ له حتى عند الكافر به. يعني مثلا لما هم جم يقولوا لا ده الشهيد الذبيح إسماعيل، مش إسماعيل، ده الذبيح إسحاق. نقول لهم لو كان الذبيح إسحاق كان تبقى الفدوة والعملية بتاعة رمي الجمار كانت تبقى عندكم مش عندنا. مش كده؟ كانت تبقى عندنا. ثم على إيه؟ بلاش كلامنا، ارجعوا إلى التوراة والإصحاح 24، لما ربنا قال له يا إبراهيم اصعد بابنك الوحيد جبل الموريا وقدمه قربانا لله. ابنك الوحيد، يبقى ما كانش عنده غيره. ربنا بيقول ايه؟ جيب وبشرناه باسحاق، جبنا لك ولد تاني. يبقى متى كان ابراهيم وحيد؟ اذا كان اسحاق ده كان ايه؟ وحيد. اسحاق كان وحيد؟ لا، ابراهيم هو اللي كان، اسماعيل هو اللي كان ايه؟ هو اللي كان وحيد. يجي في الاصحاح اللي بعده على طول يقول وقد ولد اسم اسحاق وعمر إسماعيل 14 عاما. يبقى ناخدوا بعضهم ولا لا؟ يبقى ترك الله منافذ للإيه؟ منافذ للحق كده. أمال هو وكيل النيابة لما يقعد يدوخ الشهود ويدخل المتهم بيعمل اللي بينقله من هنا عشان يعمل إيه؟ عشان يوقعه في كلمة، هم بيوقعوا نفسهم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، وبعدين شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أنتم مكذبين محمد اللي كنتوا بتستفتحوا به وتقولوا حنقتلكم به قتل عدل وأرب. طب إيه رأيكم أن واحد من بني إسرائيل اللي هو مين؟ عبد الله بن سلام، وقصته إيه؟ قال له يا رسول الله لقد أشرب قلبي حب الإسلام، ولكن اليهود قوم بهت، إذا علموا ذلك قالوا فيا ما فيها ما، فاسألهم قبل أن أسلم عني. فلما اجتمعوا اليهود عند النبي قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حبرنا، وقعدوا بقى يقولوا بقى. فعبد الله بن سلام راح طالع عليهم قال لهم أما وقد قلتم ما قلتم فإني أشهد أن محمدا رسول الله. أو هم قالوا ابن كلب وكذاب. فضحك وقال ألم أقل لك يا رسول الله أنهم قوم بهت، أدي شاهد شاهد من بني إيه. طب هو ليه شهد الشهادة دي وأسلم؟ قال لك لأنه له ثلاث حاجات، ثلاث علامات في الرسول. أول علامة إيه؟ قال له ما شرط الساعة
قال له نار ومش عارف ايه وبتاع. طيب قال له ما اول ما ياكل اهل الجنه في الجنه؟ قال النبي قال له كبد الحوت. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. كلمه ان الله لا يهدي القوم الظالمين حلت لنا اشكال، لان الناس يقول لك الهدايه من الله، فاذا كان الهدايه من الله الكافر كفر والمؤمن امن كل حاجه من الله بيعذب ده ليه؟ نقول لو كان السؤال ده منطقي وعقل بالعقل كده كنت تسال لماذا، قبل ما تسال لماذا يعذب الله العاصي وقد كتب عليه ان يعصي، ولماذا يعذب الكافر وقد كتب عليه ان ايه ان يكفر، تقول له لو كان السؤال ده علمي صحيح كنت تقول ولماذا يصيب الطائع وقد كتب له الطاعه، اشمعنى جبت دي وسبت دي، هات الاثنين بقى. ولكن اسمع بقى، الله لا يهدي القوم الظالمين، نقوم نقول لا الله هدى الجميع، لان الهدايه قسمين، هدايه دلاله بيدلك على الطريق، وهدايه معونه يفسرها قول الله والذين اهتدوا زادهم هدى. فلما اقول والله لا يهدي القوم الفاسقين اي هدايه المعونه، والله لا يهدي القوم الظالمين اي هدايه المعونه، انما هذا الكل ولا لا دل، فالدلاله للجميع. اقرا قول الله اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يبقى هداهم ايه دللناهم، بندل المؤمن والايه والكافر. احنا ضربنا مثلا قديما وقلنا انت مثلا عايز تروح اسكندريه وبعدين ما انتش عارف تروح من انا طريق، فسالت متاع ضابط المرور انا عايز اروح اسكندريه، قام قال لك اسكندريه من الناحيه دي طريق صحراوي ولا طريق زراعي ولا، تقول له كتر خير الحمد لله انا لقيتك، اذا كنتش لقيتك كنت هتلخبط واروح هنا ولا هنا ولا هنا. قوم ايه يا راجل طيب، يقول له بس في عقبه قدام كده بعد نص كيلو انا اركب وياك عشان اعديك منها. الله، الهدايه كانت منه دلاله اولا، فلما آمن به وشكر وقال له أنت كويس قال لك أنت تعان. كذلك الله دل الجميع، فمن قبل الدلالة أعطاه الإيه المعونة، والذين اهتدوا زادهم إيه زادهم هدى. يبقى لم يهدي القوم الظالمين ليه؟ بسبب إيه؟ ظلمهم. ولا يهدي القوم الفاسقين بسبب إيه؟ فسقهم. ولم يهد القوم الكافرين بسبب كفرهم. نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الذين كفروا قالوا إيه؟ قالوا المين؟ القائلون الكفار. قالوا لمن؟ للذين كفروا. يبقى المخاطب الكفار هو المخاطب اللي أمنوا. قال الذين كفروا هيه للذين، المخاطب الكفار والمخاطب المؤمنين اللي أمنوا الأول. لو كان خيرا كان يقول ما سبقتمونا إليه ولا إيه؟ مدام بيخطبوهم يقول لهم لو كان الإسلام خيرا ما سبقتمونا إليه، لأنهم بيتكلمون، إنما هو قال ما سبقونا. الله، ما سبقونا دل على أنهم كانوا غايبين، يبقى إزاي قالوا للذين كفروا؟ العلماء يجي هنا يقول لك اللام هنا بمعنى عن، قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان الإسلام خيرا ما سبقونا إليه. بقى الكلام صحيح. طب وإيه يعني ربنا يشيل عن ويجيب اللام؟ طب ما كان يحط عن وخلاص. قال لك لا، أهيدا الملحظ بقى اللي يجب نفهمه. هل الكافرين قالوا في مواجهة هؤلاء؟ قال لك صح، قالوا في مواجهتهم وسكتوا، ولا برضو قالوا عنهم وهم غايبين؟
يقولوا البعض لو كان ده خير ما كانوا سبقونا اولاد الله. يبقى لهم ايه؟ ايذاءين، ايذاء مواجهه وايذاء ايه؟ وايذاء غيب وهم غايبين عنه. فاراد الله ان يعطي في النص الواحد الاثنين. قال الذين كفروا للذين امنوا، تبقى دي تفيد انهم واجهوهم، واراد ان يقول انهم برضو هيقولوا في الغيب، فجاب الغيب في ايه؟ سبقونا، وجاب النص في للذين ايه؟ امنوا. يبقى جمع بين الايه؟ بين الامرين. وقال الذين كفروا للذين امنوا، لو كان خيرا، لو ان النص ويعطي معطى واحد كان قال وقال الذين امنوا للذين وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقتمونا اليه، تكلموهم. انما هنا جاب للذين امنوا عشان يقول دي المواجهه، وما سبقونا عشان يقول قال برضو انهم هم قالوا عنهم هم غايبين، يبقى بيقولوا قدامهم بيقولوا ايه؟ من وراهم. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. الله الله، بسم الله ما شاء الله. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، من قبل القرآن كتاب موسى، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. مصدق له في إيه؟ فيما لم يغير ويبدل ويحرف وما لم ينسى. لكن الله لما قال مصدق قال مصدقا في آيات أخرى ومهيمنا عليه، مهيمن على إيه؟ على الكل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوف عليهم امتى ولا هم يحزنون امتى؟ ما دام قالوا ربنا الله ثم استقاموا لن ينال خصومهم منهم شيء. اوعوا تخافوا منهم لانكم بقيتوا في حضانه مين. ولذلك كان عندهم قضيه يقولوها كده بشجاعه، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ هنتقاتل، إما أن نقتل نبقى نصفر بالشهادة، وإما أن ننتصر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. الله، يبقى إذا المسلم دخل على المسألة على إنها إيه؟ على إن إن مات بقى شهيد، وإن انتصر يبقى ذل الجماعة دول، فالاثنين ربح له، وهم بينتظروا منك إيه؟ بينتظروا ان يهزمهم ويصيبهم الله بعذاب من عنده او بايه؟ باي ايدينا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في ايه ثانيه ان الذين قالوا ربنا الله ثم ايه؟ استقاموا تتنزل عليهم. هي المساله برضه هي الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم ايه؟ توعدون. ده في الايه هناك. ولذلك وإلى لقاء آخر إن شاء الله.